عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اليوم جيتكم بوصفة جديدة كيما العادة والعويد، وحاجة نحبها برشا ونتصورها مع شوقة الجماهير اللي هي اللازانيا. واليوم ان شاء الله باش نوريكم كل شيء بالتفصيل المفصل، كيفاش تحضروا الصوص الحمراء باللحم مفروم، وزيدا كيفاش تحضروا صوص بشاميل باش تجيكم بنينة وفيوحة. ومش هذاك هاو، باش نعطيكم الاسرار الكل باش اللازانيا تجيكم طريه وياسر بنينه. دونك اقعدوا معايا وتابعوني للاخر باش تعرفوا كيفاش نحضروها. اول حاجه باش نبداو بها هي الصوص الحمراء اللي تكون باللحم مفروم. باش نستحقوا 500 غرام لحم مفروم، عليهم كعبه بصل كبيره قصيتها جويده، 3 مغارف كبار طماطم معجونه، 4 فصوص نتاع ثوم ريحتهم بالكدا. وباش نفوحوا زيدا بمغرفه كبيره اهروس، تنجموا زيدا تضيفوا فلفل احمر والا زيدا تضيفوا اهريسه اذا كنت تحبوها حاره اكثر والا موزوزه، مغرفه صغيره فلفل اكحل، شطر مغرفه صغيره نعناع شايح. جربوا لاستوس هذية في الصوص هذية وتفكروني تتراو اللازانيا قداش تجيكم فيوحه وبنينه. حطوا شويه نعناع شايح، كان مش متوفر عندكم حطوا شويه احبق. باش نستحقوا زيدا زوز اوراق رند وشطر مغرفه صغيره ملح. يلا نبداو بسم الله. حطيت لهنا شويه زيت نباتي يسخن، سينو تنجمو تحطو حتى زيت زيتونه. نضيف كميه البصل الكل، تنجمو زيد تضيفو زوز قرون فلفل اخضر، تقصوهم جويدين على الاخر وتحطوهم، تجي زيد فيوحه بالكدا. نضيف عليه الثوم، الثوم يفوح بالباهي. نخليهم هكا جوست دوبه ما يذبلو شويه، ما تخليهمش كي يتحرقوا، دوما ما تراهم ذبلوا شويه. نضيفوا اللحم، وتوا باش نضيف عليهم اللحم مفروم، نحط الكميه الكل وديما نحلوها هكايا بالباهي خاطر مازال شاد في بعضه الكل، دونك نحلوه بالطريقه هذه. نخليوها حتى لين يتقلب الباهي، ما عادش راو اللحم لونه احمر. وتوا بعد ما تقلب الباهي كيما تراو ما عادش لونه احمر جمله، نضيف عليه الطماطم معجونه، وبالطبيعه نفوحو بالهروس فلفل اكحل نعناع شايح وملح، ونخلطهم الكل مع بعضهم. تحبوا راهو تحطوا تبلو كرويه والا شويه كركم ولا فلفل احمر حطوه، اما انا ما نحبش نكثر برشا الفحات خاطر ديجا هكايا تجيني فيوحه تهبل. وما تنسوش لاستيوس نتاع النعناع شايح، جربوها وتفكروني. ونخليوها تتقلى هكايا بالباهي باش ما تقعد شكل قروسيه نتاع الطماطم. وتوا بعد ما تقليت بالباهي كيما تراو باش نضيف لها شويه ماء. بسم الله، ما نكثروش برشا برشا. وبالنسبه للصوص الحمراء ما يلزمهاش تكون ياسر عاقده وما يلزمهاش زاده تكون جاريه برشا، تو ترى من بعد كيفاش نعملوها. نزيد شويه اخر هكا هاو. واخر حاجه نعملوها نضيفوا اوريقات الرند يزيدوا يفوحوا بالكدا. تو شنو باش نعمل؟ باش نغطي عليها نخليها تطيب في عقل عقلها حتى لين نوصل للقوام اللي حاشي بيه، ما تكونش ياسر عاقده وما تكونش زاده جاريه برشا. وتوا باش نتعداو ونحضروا الصوص بشاميل ساهله وبسيطه على الاخر. باش نستحقوا 5 مغارف كبار زبده عاديه، عليها 5 مغارف كبار فرينه، يعني نفس كميه الزبده هي بيدها كميه الفرينه. قصتهم لكم بالجرام، خديت 80 غرام زبده عليها 80 غرام فرينه. باش نستحقوا عليهم إترة كامله نتاع حليب، وباش نفوحوا بشويه ملح، رشه صغيره فلفل اكحل، ورشه صغيره من جوز الطيب والا نوا دو موسكاد، راهي تعطي بنه غير عاديه في صوص بشاميل. كان مش متوفره نجمو تستغنيو عليها. يلا نبداو بسم الله باش نحط كميه الزبده الكلها، خليها حتى لين تذوب كومبليتمون. بعد ما تذوب الزبده نضيفو عليها الفرينه ونخلطو هكايا في نفس الوقت بالفوي. اذا بينا نستعملو فوي باش ما تشدش ولا حاجه. بعد ما نحلها هكايا كومبليتمون نضيف عليها كميه الحليب الكل. بسم الله، وفي المرحله هذه نفوح بالجوز الطيب، شويه فلفل اكحل جوست رشه من كل حاجه رشه صغيره،
وشوية ملح. وتنجموا راهو على فكرة تضيفوا لها زوز توابع ولا ثلاثة توابع متاع جبل، لكن انا باش نخليها هكية بالطريقة هذه تجيني بنينة تهبل اون بلوس تجي خفيفة بالطبيعة مع التحريك المستمر حتى لين تبدأ تعقاد بشوية بشوية، وما نخليوهاش لين تعقاد على الاخر، لازمها تكون جارية شوية. وهذه الصوص الحمراء متانا بعد ما حضرتها كيما تشوفوا ما تكونش جارية برشا برشا، في نفس الوقت ما تكونش عاقدة برشا باش هكاك تطيب لنا اللازانيا بالكدي. وهذه الصوص بشاميل بعد ما حضرتها ما يلزمهاش تكون عاقدة برشا زيدة وما يلزمهاش زيدة تكون جارية على الاخر، دونك هذه هو القوام اللي حشنا بيه. وبالنسبه للازانيا باش نستخدم الباكو هذية بطبيعه اي نوع متوفر عندكم، هذه اللي تكون يابسه معناتها الورقه نتاعها تلقاو زاده اكتريه في لي غروند سيرفاس. بالنسبه لهذه راهو مكتوب عليها اني ما نستحقش نطيبها من قبل، راهو فما انواع نتاع لازانيا لازمكم تطيبوهم من قبل، يعني تحطوهم من حكايه 5 دقائق في الماء باش جوست هكا شطر تطيب ومن بعد تكملوا طيبوهم في الفور. هذه باش نحطها هكايه كيما هي وتطيب لي كومبليتمون. يلا نبدأ بسم الله. اول حاجه نبدا بها نحط البشاميل من اللوطه، نفرقه هكايا على كامل الطبق. تستعمل الكبر اللي تحبوه نتوما، انا اليوم باش نعمل كميه كبيره شويه. نحط توا هكايا اوراق اللازانيا، نضيف توا صوص بشاميل، ونضيف عليها الصوص الحمراء، وبالطبيعة بعد كل طبقة نعملوها باللحم مفروم نحطو شوية موتزاريلا. ماذا بيكم تستعملوا جبن موتزاريلا باش تجيكم من بعد تتجبد. انا ديما الحقيقة اللازانيا نحبها تكون مشخشخة بالكدا. وتوا نكمل هكيكة نحط أوراق اللازانيا، وباش نحط شوية من صوص بشاميل، ونحط الصوص الحمراء. نكمل نحط الجبن، وباش نحط الطبقة اللي من بعد. الطبقة الأخرانية بالكل نكمل نضيف فوقها الصوص الحمراء هكا، خاطر ما نحبش تكون بيضة كومبليتمون. ونحلها على كامل الطبق هكايا، واخر حاجه نعملها نجيب صوص بشاميل ونغطي بها من فوق هكا. دونك الكل في الكل عملت 3 طبقات من الاوراق نتاع اللازانيا. كل عاده نحلوها هكايا على طرف الكل، ونجيب توا الموتزاريلا ونشخشخها هكايا من الفوق بالكدا. وتوا بعد ما حضرتها كيما تلاحظوا عملنا 3 طبقات من اوراق اللازانيا، ومن الفوق نعبيوها بالبيه هكايا بالموتزاريلا. توا باش نغطيها بالبابي كويسون ونحط فوقه بابي الومنيوم، نسكر عليها كومبليتمون ونهز نحطها في الفور. باش نحطها على درجة حرارة 190 درجة، نشعل عليها من الفوق ومن اللوطة ونخليها بين 40 إلى 60 دقيقة، لازمها تيبلنا بالكدا. من بعد نحيولها البابي الومنيوم والبابي كويسون ونخليوها جست تحمر شوية من الفوق، ومن بعد نخرجوها.
وهذه اللازانيا متاعنا مازلت كي حضرت ايش باش نحكي لكم على الريحه نودكم وننشهيكم. وديجا كيما تراو التصويره تحكي وحدها، حمرتها من فوق بالباهي وعملت فوقها رشه معدنوس. نحب ان الحاجه تبدا فيها هكا الالوان وتبدا ريحتها بنينه، وما قعدت توا كان باش نقصوها ونوريكم كيفاش طلعت معانا. انا لهنا هزيتها مازلت سخونه على الاخر، ماذا بيتكم بالطبيعه تخليوها تبرد شويه باش تمسك معاكم كيما تراو لهنا، وما شاء الله تطلع تعمل 66 كيف. نحب نوريكم كل شيء عن قرب على عينيكم، وما شاء الله بنا على بنا. وكيما تراو ديجا اللازانيا طابت في حقها، جات طريه تشره. قولوا لي في كومنتير شنو رايكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. باي باي.